بروح لأساري المدير الفني للفريق اللي بيضع برنامج تدريبي خاص لمجموعة المدافعين بالفريق بينقلوه خلال الفترة أو بينفذوه خلال الفترة الحالية. كمان كابتن مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق بيتولى برنامج هذه المجموعة وتصحيح بعض الأمور الفنية والتركيز أيضا على أمور خططية خاصة بيهم لتجهيزهم بالشكل المناسب للفترة المقبلة. طبعا الكل عنده ثقة كبيرة في قدرة كابتن مدحت عبد الهادي في تجهيز لاعبتنا وتجهيز المدافعين سواء الونش أو عبد الغني أو حتى حسام عبد المجيد أو حتى محمود شبانة، الزناري نفس الكلام، وعنده أكيد قدرة كبيرة فعلاج كمان الاخطاء اللي حصلت في الفتره اللي فاتت قبل المرحله الجايه اكيد في كل مسابقات، وان شاء الله كل لاعبتنا والمدافعين يكونوا جاهزين للمرحله والمباريات القادمه.